اهلا بحضراتكم. عارفين بقى في العالم، العالم كله الحقيقه، مش بس عندنا في مصر او في وطننا العربي، بقى في فكره هوس الدايت، يعني اللي هو في ناس مثلا بيبقى عندها وزن عايزه تنزل الوزن، وفي ناس ما بيبقاش عندها وزن قوي بس عايزه تبقى يعني ما فيش نص كيلو زياده، وفي بقى هوس يعني اعمل ده. طب ويسمعوا مثلا السوشيال ميديا، يعرفوا من حد معلومات، وبقى فيها لخبطه شديده جدا، لانه طبعا العالم كله بقى دايره صغيره، فانت قاعد على اي حاجه من وسائل التواصل والسوشيال ميديا بشكل عام، ممكن تتابع اي حد وتعمل زيه حتى من غير ما ترجع لطبيب، وهنا دي خطوره فظيعه. في ناس مثلا بتتابع ناس موجودين على السوشيال ميديا بيعملوا التجارب دي وبتمشي معاهم وبيحصل لهم مشاكل كبيره. خليني اقول لكم على الخبر ده، واحنا بنتكلم على مساله هوس الدايت. من ساعات توفيت بلوجر روسيه شهيره، يعني هي بتدخل وليها ناس و يعني فولورز وناس متابعين ليها، وده ليه الوفاة؟ بسبب الجوع الحاد. ايه اللي حصل؟ اعتمدت البلوجر دي على نظام غذائي نباتي خام، يعني ما بتاكلش غير زي ما انتوا شايفين خضروات، يعني الحاجة خام من غير ما تبقى مطبوخة حتى، يعني هنا في خس، جزر، خيار، حاجات كده. وفضلت عايشة على النظام ده لمدة 10 سنوات. زي ما انتوا شايفين اهو في الصورة، جزر باين وده شكل بطيخ وفلفل وحاجات كلها خضراء وفواكه وحاجات كتير يعني. وكانت الحقيقة عايشة كمان على الفاكهة وبراعم بذور عباد الشمس وعصائر الفاكهة، وكانت كمان ما بتشربش مية، ودي خطورة فظيعة. كانت بتعتمد انها ما بتشربش مية علشان بتشرب العصير، وده منذ أكثر من 6 سنوات. فإذا فاكهة، خضار ني يعني زي ما قلت لكم كده زي ما هو، خس بقى، جرجير، يعني حاجات كلها خضرة، خيار، فلفل كده، وما بتشرب وتاكل فاكهة ومفيش مية. طبعا ده أكيد خطورة شديدة جدا. خليني أعرف مزيد من التفاصيل، ويبقى في نوع من أنواع التوعية بالذات للشباب الصغيرين اللي بيتابعوا الناس دول وبيتابعوا أنظمة مجرد هي موجودة على الإنترنت من غير ما يرجعوا للطبيب. دكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية. مساء الخير دكتورة نهلة. مساء النور استاذه شفكي، انا سعيد ان انا بتكلم مع حضرتك. اهلا، الشرف لينا. دكتوره نهله، يعني الحقيقه بقى فيها انت موافقانه على فكره هوس الدايت، يعني الدايت مهم بشكل صحي ومتابعه مع دكتور، لكن الهوس اللي بقى موجود بشكل كبير وبقى متاح كده على السوشيال ميديا. هو الفكره في ان انا يعني انا ممكن نصلحها ونقول ان احنا يبقى عندنا لايف ستايل، يعني حياه كويسه احنا بنبتغي منها، وزن كويس عشان نقدر نبذل مجهودنا، الحياه اليوميه كويسه شكلنا يبقى كويس، ما يبقاش في تقدم في السن، ولكن ما نبقاش بقى نجري ورا اي اشاعه. وبرضه بستغل ان انا بتكلم مع حضرتك ان احنا ما نجيش كمان ورا ادويه التخسيس اللي غير مصرح بيها من وزاره الصحه، الناس اللي بتعلن اعلانات على النت وعلى السوشيال ميديا باعلانات مختلفه، الدواء اللي يخسسك في اسبوع ويخسسك في 10 أيام والحاجات اللي بنسمع عنها. بالظبط، هو ممكن اصل يعني احنا لسه في بحث نازل ان الادويه التخسيس دي ممكن تعمل كبد دهني، والكبد الدهني ممكن يعمل سرطان في الكبد بعد كده، فاحنا لازم نبقى محرصين جدا في كل حاجه. لو احنا مشينا معتدلين، ناكل يعني ناكل اكلنا بالطريقه الكويسه، نبذل الرياضه يوميه 1/3 ساعه لو حتى تمشيه جوه الشقه، لو ان احنا نشغل موسيقى ونعمل عليها شويه العاب بسيطه كده في البيت، ما فيهاش اي مشكله، وناكل اللي احنا عايزينه بس بحرص. واكل البيت على فكره ما بيتخنش، الفاست فود والوجبات الجاهزه والمياه الغازيه هي اللي بتخن. طبعا. طب خلينا كده ناخد حالة البلوجر الشهيرة الروسية دي ونطبقها، لأن برضو في شباب كتير جدا بيتابعوا الناس دي. يعني هي يعني اعتمدت على الخضروات النية الخام زي ما بنقول، يعني مش مطية، واعتمدت على ما كانش فيه مية لمدة 6 سنوات، واعتمدت على عصير الفاكهة. فهل هو فعلا ده السبب اللي خلى عندها فكره يعني اللي حصل لها النظام الغذائي، وان هي بسبب الجوع الحاد؟ يعني
هو في سببين ممكن يكونوا سبب الوفاه. اول حاجه انها يكون جالها ميكروب، نظرا لان هي مع 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 الفتره الطويله اللي هي ماشيه على انواع معينه من الغذاء، نوعش الغذاء بتاعها، جالها ميكروب ما قدرش يقاومه، ده احتمال. ايوه. وفي الاحتمال الثاني ان هي الاكلات اللي هي بتاخدها ومتعوده تاخدها دي ما تتلاقاش العناصر الكامله للجسم، فبدا طبعا الجسم يضعف، ما يقدرش ينشف، يقاوم، ما فيش ميه كويس. يعني مفيش ميه، دي مش عارفه ليه مفيش ميه. هي متصوره ان هي، بصي حضرتك يعني في ناس بتاخد دلوقتي عشان تقلل وزنها بتاخد الانتي دايوريتيك او الادويه اللي بتنزل الميه من الجسم، فالعضلات بتبقى تنشف. وفي على فكره برضه حاله لحد يعني من الناس من العاب القوه كان امريكي، جدوه برضه ميت في اوضته نتيجه لانه كان بياخد الانتي دايوريتيك ديت، بيخلي بيتنشف بحيث ان تبان العضلات والعضلات تبقى متقسمه. طبعا ده خطر شديد جدا، طبعا ممكن يعمل فشل كلوي، طبعا وممكن يبقى عندها حصوات، هي ماتت من الالم كمان. يعني الالم ده معناه ان ممكن يكون جالها فشل كبدي، فشل كلوي، حصوات في المراره، يعني ميكروب نتيجه نقص المناعه لعدم تكامل الغذاء بتاعها. طبعا اللي هو عدم التوازن، لانه كمان الجسم بيحتاج لعناصر كتير جدا، فاعتقد هو عدم التوازن ده لسنوات طويله ممكن يسبب يعني المشاكل اللي هي موجوده فيها. يعني الحقيقه انا بشكرك جدا، وبتمنى ان الناس بجد تفضل يعني عامله توازن زي ما حضرتك قلتي، يبقى نوع من انواع الدايت ويبقى اسلوب حياه ما بين الاكل الصحي اللي موجود في البيت اللي بيتعمل ما بين رياضه، اعتقد هيكون كافي جدا. دكتوره نهله عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، بشكرك شكرا جزيلا.